لا حبيبي، بتناديلي مثل ما بنادولي كل أهل الحارة. هلا خلونا بحكايتنا. نحن الثلاثة لازم نتناوب على المراقبة لنشوف مين عم يجي على قبر جدي. أنا معاكم على الموت يا شباب. ابن أصل غزال، إمتى تريدون تكون نوبتي؟ إمتى ما بدك. تعرفون أنا عندي شغل الصبح مع المعلم، أعطوني نوبة الليل. ما بتخاف؟ لا يا شيخ، إحنا القوم الميتين نلعب معاهم قلة. خلص معناته اتفقنا. عمي بيستلم منك الصبح وأنا بيجي بستلم منك عمام بعد الظهر بس خلص من المستشفى، وأنت بتستلم مني بالليل، اتفقنا؟ إذا الله راد. بس إذا حدا منكم شاف شي لا يتدخل، تتركوني كملوا للآخر لأنه لازم نعرف السر من أوله، اتفقنا؟ ماشي، هلأ وقت نوبتي، اتكلوا على الله أنتم. غزال تجي بتستلم مني بالليل ها؟ أجيب لك معي شي؟ سلامة قلبك. الله. سلام عمي. الله معك عمي، الله معك. اهلا برجال، شرفتونا والله. الله يسلمك. اهلين يا ابو ياسين. يا ريت مرحبا. اهلين اهلين يا اخي ابو حسن. نحن لنا الشرف ندوس بصاتكم سيدي ابو حسن ونطلب ايد اخذكم لابننا ياسين. يا سيدي عمي ابو حسن، ياسين من خيره شباب الحاره، الدوزن واحد بالحاره. ايه بعرفه، بدك تعلمني عليه. باجوره يا كافي يا ابو حسن. هذا شرف النا، وياسين غالي علينا كثير. يعني انت موافق عمي ابو حسن؟ موافق. وقتكم الكريمة، موافقة؟ موافقة. خلاص يا جماعة، خلونا نقرأ الفاتحة. طولوا بالكم يا جماعة، قبل ما نقرأ الفاتحة لازم نعرف طلبات أخي أبو حسن. أنا طلباتي بسيطة، بسيطة كثير. تأمين مسكن شرعي و30 أصملية ذهب متقدم و30 أصملية متأخر. عفوا يا سيد ابو حسن، يعني انت اذا حدا طلب منك هذا المبلغ موجود عندك؟ ايه موجود عندي، بتحب جيب لك اياها؟ هذا من مؤاخذة يا عمي ابو حسن، انت بتعرف انه ياسين ما عنده هي القدرة، بعدين احنا مو جايين من الهند، يعني كلياتنا بنعرف بعضنا، بنعرف البير وغطاء، انت هيك صعبت على ياسين. والله انا هي شروطي، ياسين غالي علينا واختي كمان مقام عالي ولازم نحافظ عليه. طولي بالك يا فريال، طولي بالك، إن شاء الله بكرة أخوك بيلين وبغير رأيه. هاي وقف قلبي يا أبو حسن، لك أخي طلع بيضحك علي، ليش عشمني؟ ليش عشمني؟ ما عم بفهم. تعالي طلع عم يستدرجل الرجال مشان يصفق الضرب، لك ليه يا أبو حسن ليه؟ أنا معك يا فريال، أنا معك، أنا رح أحاول أحكي مع أخوك، بس أنتي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اصبري شوي. أنا عرفانة شو أحكي لك، أنا مو بس زعلانة على ياسين، زعلانة على أخي لأنه نزل من عين رجال الحارة كلها. شو بدهم يحكوا علينا؟ شو بدهم يحكوا عليه؟ يا هذا كانوا شي بياخد عني. ان شاء الله تطلع ضحكي، ان شاء الله تطقطقي بنص قلبي. يا وين الشباب؟ وين فايتين؟ يا شو لوين لجوا؟ معكم بطاقات حوليه؟ احنا معزومين. مين عازمكم؟ ميشو. بتطلع انت وياه لفوق بتجيبوا بطاقات وبترجعوا، بس يجي ميشو برجع لكم المصاري. ايه من وين نقطع دخولية؟ فوق. شو ما ليش هيك اخلاقك؟ يلا راجع يلا خلينا.
لا شغلي ما فهمت العالم كيف بيسرق بيتك يعني هو بيكون عم يدعي يكذب يعني افضح عينه الناس عالوا الحكايه عالوا كلها الله يمسيكم بالخير جميع اهلين عزمي بيك على سلامتك نورك عزمي بيك كل شيء بيتحول المهم بالصحه والعافيه الله يبارك فيك الحمد لله ايه يا اخوان اسمحوا لي بدي اقول كلمتين شريف تفضل تفضل شريف تفضل عزمي بيك تفضل الله حي الطاووس والله انت اللي بيشد الظهر فيك وانت يا هنائي سيد المعلمين ويا زين الحسب والنسب يلي مو حابب يسمع الكلام فينو يغادر القهوة الله يرحم أبوك كان من خيرة الناس تعيش وتترحم يا طاووس تعيش وتترحم خلاص بقى يا شباب خلاص بقى بدنا نسمع من مدة يا أخوان المجرمين سرقوا واعتدوا على بيت أخونا أبو النور ومدة قبل منها انسرق بيت خالتي ام محمود مثل ما بتعرفوا هاي ومبارح انسرق بيتي بعد ما خلعوا الباب الغريب بالموضوع يا اخوان انه السرعة عم بتصير بالحارة واهل الحارة يا اما نايمين يا اما بيعرفوا مين المجرمين وعم يتستروا عليهم المرة الماضية أخونا أبو النور عاتبكم وزعل منكم لأنكم ما وقفتوا معه وأنا اليوم بعاتبكم بس أنا أبداً ما بحملكم المسؤولية عم يتاجر فيه ابن الحرام ودي إطلالي بالقصة بطل أنا بشوف يا أخوان من هلأ ورايح لازم ننظم أمورنا بالحارة ونشكل مجموعات حراسة مو بس بالليل وبالنهار كمان مظبوط كلامك أما الشغلات اللي انسرقت من بيتي فبيتي وأغراضي فدا كل واحد فيكم تسلم تسلم الله يحييك وبحب أقول كلمة أنا ما حدا بيأثر علي بنوب ومشروب الحاضرين كله على حسابي أنا كفو زفة زفة شميل عزمي بيك كلامك مدوسة قول الفعل يا عزمي بيك قول الفعل قول الفعل السلام عليكم الله معك الله معك عزمي بيك سلامك أستر نزل لي سبعة شاي لهون غسلي غسلي طاب جرحي طاب بالقرب صار لي عيني بنص الليل وهار بالقرب صار لي عيني بنص سهلين ارفع راسك منين بتعرفينا؟ يمكن انتم من الايمرية اذا ما خاب ظني لك يا ابني ربك ايش هو النظرة الصاخبة اللي عندك؟ من الايمرية انتم؟ طبعاً عصمت لما شفتك اخر مرة لمعت النجوم بعيونك ابتسامتك مثل برد بالربيع جميلك لو كل الناس ينسوا أنا ما رح أنسى عصمت
أنا طلعت اليوم على الأسطوح وشفت بيت ستك، بعدين سألت عنك قالوا لي إنك رجعت تنام ببيت أهلك. عندكم شاي؟ خمير وفطير؟ عنا شاي بس اسكتلندي. اسكشو؟ اسكتلندي. ايه شلون بينشرب؟ هذا ما بينشرب هيك، هذا بينشرب بارد ومع تلج. عم حاكيك؟ وما بينشرب لحاله كمان، يعني لازم تاكله معه. شو بيتاكل معه؟ يعني أبوات وحفاتي لما مثلاً شو اسمه سجاد؟ شو زيت وزعتر؟ يعني زعتر بس محطوط بالسلطة. عم حاكيك. وشوية مازوات كمان. نحن منشتغل بالحطب، ما عنا مازوطات. نزل لي كل شي عندك بالمطبخ. يكرم عينك. لا تنسى الاسكتلندي. الله على السريك. بحياة أختك لا تعزبي حالك، يعني شو نحن جايين نجربكم. لا تقبل يوم شي أمرك. إذا أنت مصدرة بيت الكرم. أهلين غزال. مساء الخير دكتور. جبت لك مي. تسلم ايديك. شو اخبار الحاره؟ ما بشي، كنت انا وابوك بالقهوه، كان مجتمع مع الزلم، وصلت على البيت وجيت. في شي غريب؟ ما بشي غريب، ابوك زلمه سياسي ويعرف شلون يقطف. برافو عليك، هذا اكثر توصيف دقيق بسمعه بحياتي، بيعرف كيف يقطف. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. لك شو هالشايات يا كرمو على الأول؟ شو قالت لنا اسمه هذا شو؟ اسكو شو؟ اسكو فندي. اسكو فندي. ارفع شوفك على الأول. لك هذا ميشو، وين رفيقك اللي عزمنا؟ شو بدك ميشو هلا؟ شرابه ومبسط. بحياة أختك لا تجيب لنا ولا صحن، انفلقنا الأكل لهو. هذا الحساب حبيبي. حساب شو لغبي؟ الحساب عند الله. هذا غير حساب، هذا حساب البرنامج. ايش نحن مو عازمنا ميشو؟ نحن عازمنا ميشو. ايه ميشو ما اجى اليوم، تعالوا بكره بضوها من ميشو. ايوه طيب الله لا يوفقك. لبسنا الفاتوره نجدي الجليات لما شو معك بالحر تبي. اشرب انت شراب. ما معي ولا ليرة. لك يلا بسرعة خلينا نمشي. قوم كرم قوم. والله كتر خيرهم هالحرامية، خلوك ترجع على البيت. ماما أنا رجعتي لعندك مؤقتة، بس أنا بحياتي ما رح أتخلى عنك. تقبر قلبي يا عصمت، أنا بدي إياك ترجع على طول. والله مو حلوة بحق أبوك، شو بده يقولوا الناس؟ والله أمه وأخوه وابنه طافشين منه. ليش يا ماما؟ أنا شو اللي بدي إياه؟ شو اللي بدي إياه غير إنه يصحصح ويبطل مكابرة؟ وحياة عيونك، وحياة عيونك، أول ما بلش حس إنه عم يصلح غلطه لأرفعه للسماء، منيح هيك؟ خلص
الو وين الحردبه؟ وينك وينك؟ نسيت ابو بابا. لك ولا؟ لك مو عيب عليك انت وياه جايين سكرانين على الحاره؟ طلعنا سكرانين. لك مالكم شايفين حالكم قلبين طينه؟ يخرب بيتك لك شو شربان انت وياه؟ شاي يا الله يا حلمي والله شاي يا بجلال بس شو نزل شاي عسول ارفع شوفه سيكلاند اسمه مو سيكلاند شاي الحردبه روحوا روحوا انستروا ببيوتكم انت وياه والله ما يشوفوكم شباب الحاره لا يلعن ابو افطاسك انت وياه روحوا روحوا انستروا روحوا ببيوتكم دلال هات لفول لك ابو دلال انا ابو دلال يخرب بيتك انت وياه ليك 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 شلون عم بيميلوا على بعضهم الله يخرب بيتك وبيته أكيد تعبان روح ريح لك شوي أي والله أستاذ معلمي فيق بتعوقني يلا السلامة سلام معلمتي شو بدكم مني؟ بدي اياكي تطمنيني على افتكار شلون صار وضعها؟ افتكار بخير الحمد لله طيب وليش ما عم تجي؟ والله ما بعرف قولي لأنه كل بنات المشغل مشتاقين لك وبدنا اياها تجي لعنا عن جد عم تحكي؟ ولا شماتة؟ لا يا سميرة مو نحن اللي منشمت بعدين افتكار بنت واحدة من كباريتنا وبنت حارتنا قولي لأنه بدنا إياها تكون معنا كتر خيركم على كل حال حوصل لها كلامكم يلا بالإذن معلمتي إذنك معكم راجع فيك كيفك ميلا؟ أهلين بهالوش الحلو لك ولا للديب؟ يوه خسى الديب سمعت انه الدكتور عصمت رجع ينام ببيت اهله وبما انه بيت اهله بحارتي اذا في مجال يعني بتوصلي له هي الرسالة يوه العيون عندي طب شي قلبي شو بتفشي القلب سلم ايديكي عزيمة عزيمة ميشو عاجي تحكي لي عن بيشو والله شكله مثل الحمار اللي مو اكل حشيشه لعدو والله انا جعبالي روح اليوم كمان وركبنا عملنا وش تاني وبيعزمنا ميشو يا ابني ربك والله قلبي عم يدغرش على الرقصة وانا كمان دخلك هلا
الدنيا ليل ولا نهار؟ مدري ليل مدري نهار، بس يجي وقت السهرة فيقني. نوم العوافي. لك إمتى بدها تليل؟ والله ما يحرمني. مرحبا خالة أم عصمت. أهلين، أنا ليلى بنت أبو غانم. إيه أهلا وسهلا. من بعد إذنك الدكتور عصمت موجود؟ إيه موجود خير. بس هيك بدي أسأله شغلة بخصوص حكمة، يعني إيدي لساتها عم توجعني. طيب لحظة. رسالة من حسين. سلام ايديك. ليلى فيك ترجع بعد ساعة تاخذي الجواب؟ اكيد. سلام ايديك. كل بنات المشغل شمتانين فيني، خاصة بوسينة. ليش انت شو صاير معك لحتى شمتوا فيكي؟ مو صاير شي، مشكلة صغيرة وخلصت. ايوه. طيب بدي اسألك، هلأ أهل عصمت ليش لهلأ ما أجوا خطبوكي؟ ما بدي اتجوز، كرهانة كل الرجال. اوف 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 اوف، ليش بقى؟ يعني هلأ إذا خطبوكي لعصمت ما بتوافقي؟ بيناتنا لا عصمت ولا غير عصمت، وسيرك الجواز ما بقى تفتحيها معي أبداً. طيب روحي معي بكرة على المشغل، كرهانة كل البنات، كلهم شمتانين فيني، بس حسابهم عندي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما رح رد عليكي. بكرة رح أمرق أخذك إجباري عنك، وحياتك رح روح، بس مو بكرة. عندما انتهت الليلة الماضية حزنت كثيرا لأنني لم أرى وجهك الجميل. كم أحبك، كم أحب ثقتك بنفسك أيتها الواثقة المتواضعة. بيني وبينك أمتار قليلة ولا نرى بعضنا البعض. أتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه الظروف المواتية كي أصطحب أهلي إلى بيتكم وأطلب يدك. اليوم رح أرجع لبيت ستي، بتمنى الصبح تصبح بوجهك. بحبك. مشمش بلدي
حلو. أهلين دكتور. نعيمة. أهلين أهلين صباح النور. أهلين دكتور. مشان الله لا تواخذنا دكتور، والله مو بقصدي. طاووس شبك؟ هاي مو دفشة واحد مو بقصده. شبك عم نعتذر منك، عم نقول لك مو بقصدي، شو ما بتصدق؟ إيه وليش عم تتبوشها؟ ما عم بتبوشها. شبك شبك شبك. يا دكتور عم يقول لك الزلمة مو بقصده، ليش ما عم تصدقه؟ ايه وانت شو دخلك؟ امشي من هون. ايه واذا ما رحت شو حتساوي؟ انا رح ورجيك شو رح ساوي. ايدك على نور، ايدك على نور. خود في عليك. لا تلمع، لا تلمع، لا خود دكتور خود. يلا اتركني على خالي شي ولك ان شاء الله ما تاخذونا يا جماعه. حصل خير دكتور، حصل خير، تشرفوا. يلا لطيف على الحركه. تفضلوا تفضلوا نشربوا. لا حول ولا قوه الا بالله. اثنين على واحد. تفضلوا تفضلوا يا شباب. اي تعال. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول. يلا يا شباب كل واحد على شغله. شو اقول شيء خير عمي. شباك ما في شي، لا تشغل بالك. آسف اني تأخرت عليك. وانت غزال شو جايبك هلا؟ خفت حدا يعتدي على الدكتور. ايوه ومنو هذا بده يعتدي عليه؟ تكيونا مع طويوس وهنائي. طويوس وهنائي شو عليه؟ انسى عمي انسى، هدول صغار. روح انت لحق لك شي صيدي، انا المسا بمرق لعندكم وبحكي لك. لا عمي ما راح انسى، انا بتحاسب معهم. خلص غزال روح انت. لا انا ماني رايح. يا غزال انا منيح، اتكل على الله. روح دير بالك. ها ولا يهمك. يعني بالمختصر مثل كل مرة، بس هالمرة مالي تاركه لحتى اخذ تاري. عليم الله بحياتي ما شفت اغبى منكم انتو اثنين. ليش معلم؟ ولك كم مرة صرتوا متقاتلين مع غزال ومتبهدلين؟
لك انت جزاء الفاضي، لك انا مشتهي شهوي انه شي مره تتقاتل وتجوا له مواكل القتله. وحياه عينك لو اني امسكه الى اطحن وطحن مثل حطب الصفصاف. شو عليه؟ في له حساب معنا هالمره. قوموا ليه لعود اثنين مخلتي ما عاد قادر اشوفكم. قوموا عمي. شو؟ انت بالظاهر في لك تلتين الخاطر لحتى عصمتي بهدلنا هالبهدله. انا خذ طاووس وانقلعوا، ما عاد قادر اشوفكم. يلا ماشي. حاضر. كأنه هنائي طاووس ما بدهن انه عصمتي يتقرب منك. يمكن شباب ودم حامي. يعني في شيء مزبوط من الكلام اللي عم نسمعه؟ ما فشل وانا ناسب هذا النصاب عزمي، مع انه ربنا الله انا عاجبني الشاب شهم. هو طالع لجده ابو عزمي هيك عم يقولوا، بس صعب صعب انه يكون نسيبي عزمي. اخي مرحبا، اذا البنت والشاب بدهم بعضهم شو بدكم تساووا يعني؟ شري سلمهم فتوح. ان شاء الله سمني وعسى على قلبه. بتعرف لك طاووس، لولا هذا غزال كنت عجنت وعجن لعصمت. من وين طلعنا؟ من الحرام. لك معقول طاووس انت ما انتبهت وقت اجا؟ لو انتبهت كنت معست ومعس يا هنائي. شبنا غزال غزال شو عليه؟ اعطيني سكر اعطيني. ايه جاي. ليش الحلوين لهلا ما ناموا؟ لسه ما نعسنا. الا قوموا ناموا لانه هلا بزعل منكم. خلينا قاعدين شوي. شو عم اقول بزعل منكم؟ يلا قوموا قوموا. مالتي لي حسن، ليش تخانقوا؟ عم بيقول ابو حسن انه الشباب ودم حامي. هلا انا دريت انه طاووس هو يلي بلش في المشكله. لا تصدقي هذا حكي اللي ما بيتسمى. اصلا عمل هو كل هالمشكله لحتى يقول للكل شوفوني، لانه ما حدا معبره لا اله ولا لاهله ولا لشهادته. امي يعني لشو ليعمل طاووس المشكلة؟ يعني هيك غيرة وحسد وضيقة عين. حسد وغيرة؟ من مين؟ وعلى مين؟ الله أعلم. لا تقول ما إجا ميشو، إجا ميشو. لا أبغى لا يا حبيبي. ميشو جوا، واحد يفوت يحاكي والثاني يضل هون. انا بعرفه لميشو فايت حاكي، انت خليك مع سعدو بوسو. والله ما شو الاسم الكريم؟ خالد. مالك علي يمين يا اخي خالد، انا وكرمه ما رح نطلع من هون مش حافله هريسه كل يوم. شيل ايدك. ميلي علي ميلي، ريتك تسلميلي. حبيبي شو صاير لك اليوم؟ انا ما قلت لك في زلم جاي لعندي؟ طيب ما قلت لك في زلم جاي لعنده؟ يلا شباب يلا عالجواني يلا. دخوليه ولا جوا كمان؟ ايه طبعا بس دخوليه. شباب اذا بدنا نطلب شيء فهذا الموضوع على حسابكم. ايه ما تاكل هم. وانتو فيكم طبعا ما تطلبوا. فينا ما نطلب؟ طبعا. يا عين عليك انا هيك وعدتك صح؟ ايه صح، على راسي ابو النيش. لا ابو النيش بيني وبينك. هون اسمي ميشو. معلم ميشو حبيبي. يلا شباب تفضل ساعدو. زرع بهدان. السلام عليكم. اهلين عمي. شو عمين؟ ان شاء الله تكون توفقت بشي صيد اليوم. الحمد لله عمي الحمد لله. احكي لي عمي شو صار اليوم معك انت وغزال؟ لك ما صار شيء قصه ناكتي. بعرف ناكتي. عود عود احكي لي. هذا عود
هذا يا سيدي كنت ماشي بالحارة قام طلع لي هذا السقيل طاووس دفشني بكتفه وقعت على بوزي. قال شو مو بقصده؟ ايوه مبين انه بقصده. طفلت هيك لقيت هنائي. قلت له هنائي انت شو دخلك بالقصة؟ الله يحلي ايامك، ان شاء الله ذكرى هيك بيروح كلفته ويجي ضحكه لإلهي. شو ما في شيء على الطاولة؟ ما عم تشربوا شيء؟ لا هو نحن امبارح شربنا واكلنا، دفعنا اللي فوقنا واللي تحتنا يعني، فرجعنا دايخين وكل النهار راسنا عم يوجعنا، قلنا لحالنا اليوم ناخذ استراحة. استراحة شو ما بصير، بدكم تشربوا بدكم تاكلوا بدكم تحطوا مازوات، الناس بتضحك عليكم. مختصر الحديث، قال حطوا الميت فوق الميت صار تحت عيط، لا هو قدران يشيلني ولا انا قدران اشيله، يعني نحن اثنين ما معنا ايجار الفاتورة، بعدين دخيلك لشو يضحكوا علينا؟ شو ليش ليضحكوا علينا؟ شوف الطاولات كلها مزوات ومشاريب. طيب امبارح شربنا شاي بارد، ما ملاقي عندكم اليوم شاي سخن؟ تقبرني هون كله بارد، بس إذا بدكم اطلبوا زهورات. دخليك لزهورات أرخص؟ شوي صغيرة مو بكتير. عم حاكيك. أنا بشرب شاي. لكان أنا دخيل هالمقسم أنا باخذ زهورات. من عيوني. خلاص ما دام هن هيك بدهم انا كل ما اشوفهم رح استناولهم بدل مدلل. عميم طول بالك، مو هيك تنحل الامور؟ عمي انا من زمان متحمض لهم، بس صار انه قربوا عليك ما عاد اسكت بنوب. عمي انت بتعرف ليش هن هيك عم يعملوا؟ لا ليش؟ بس صبر علي يومين رح فهمك كل شيء. تيتي شو رايك روح احكي لك فيها واخذ لك موعد تجي انت واهلك تطلبوا رسمي؟ شو مين عم يقول لك اخباري تيتي؟ لا بدكم تفهموني انتو اثنين شو عم يصير؟ لك ما في شيء عمي ما في شيء. لحظة عمي مين بدك تطلبي؟ لا انا بقول لك انا بقول لك بوسينا بنت عمو لهنائي. ايوه عرفت ليش متضايق هو بقى؟ سيدي الله يتمم على خير. الله يسلمك يا عمي. قيادة الحزب عم تأكد على ضرورة إنه أبو النور ينسحب من الترشيح للمجلس. طيب يا معن بيك لنفترض إنه أبو النور ما انسحب. معلوماتنا بتقول إنه مرشح حزب الشعب هو اللي يمكن يربح. التنافس كتير قوي بين الشيوعي والمستقل والقومي السوري. أبو النور متنخ وبده يستمر بالانتخابات رغم بيعرف حاله خسران، بس حاسه فايت ليخربه بس.